السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كيف ما كتشوفوا هذا الطوبيس رقم 303، وإلا درت على اليمين كنلقى الطوبيس رقم 8، 303 ورقم 8، يعني واحد لواحد. إلا درت على اليسار غادي نلقى الطوبيس رقم 8 رقم 2، ونلقى الطوبيس رقم 8 رقم 3، يعني 3 الطوبيسات رقم 8 وواحد رقم 303. مني غادي ندور من ورا البومبا، بقاو معايا. بغيت كلشي بارطاج، الله يرحم الوالدين. واحد اخر رقم 8، هي 4 رقم 8 وواحد رقم 303، 4 رقم 8 وواحد رقم 303. فهموا معايا الامور كيفاش غادا اخوتي، باش تفهموا الامور مزيان. ها واحد في اليسر رقم 8 حتى هو غادي يدخل دابا، ها واحد رقم 8 غيدخل دابا، وها واحد رقم 8 خارج دابا، المحطة. هانتوما باش نقرب لكم من الصورة، هانتوما بلاتي، هو جاي، هذا رقم 8، يعني 4 ديال رقم 8 وواحد رقم 303. هاد رقم 8 اللي وريتكم واقف دابا، اللي غيبدا يهز الناس، عندو هاديك المحطة وواحد جوج محطات قدامو، غادي يمشي على طريق المنزه. عندو جوج محطات، وحدة قدامو هنايا جيت شارع دكالة، وحدة جيت البوسطة، أو من وراه غادي يمشي فحالاتو غيهبط على طريق المنزه نيشان، ما بقاو لا محطات لا والو. هنا أغلب الناس كيلاحظوا أن الترونسبور بين عين عودة، الرباط موجود، 8 مورا 8. 8 مورا 8 كما كتلاحظوا هنا شارع محمد السادس، الاشغال تبارك الله، الناس خدامين، الله يسخر الامور. راه الاشكال اللي كاين، واللي كنهضروا عليه دابا، هو علاش ما يكونش واحد الخط من مدينه الفردوس او من مدينه عين عوده للفردوس للرباط نيشان، ولا مدينه عين عوده للفردوس السويسي نيشان؟ علاش ما يكونش واحد الخط؟ كنشوفوا 4 طوبيسات رقم 8، 4 طوبيسات رقم 8 واقفين، وكنشوفوا طوبيس واحد 303، يعني كاين مشكل وكاين خصاص في النقل في مدينه عين عوده ومدينه الفردوس. علاش هذوك 4 طوبيسات، اللي كنشوفوا تما رقم 8 ما يكونش 8 او 8 بي؟ 8 ا يمشي مع الطريق نيشان العاديه ديالو، كي موالف كيمشي معاها،8 ا، ويديروا لنا واحد 8 بي، 8 بي يدوز على اليسر من هنا، ها التراجي ديالو يدوز على مدينه الفردوس. راه اخر محطه كنظن هي هذه، ها هي قدامنا حدا الملحقه الاداريه، وغادي يمشي من بعد ما كيلقى لا ناس لا والو هاد الطوبيس. فعلاش واحد 8 بي ما يدارش بحكم 4 طوبيسات واقفين؟ يديروا غير واحد طوبيس ولا جوج، واحد غادي واحد جاي. ها محطة هنا على اليمين، ها وحدة، ها الطريق كلها عامرة بلايص. هذا مالو هذا؟ لا سينيال لا والو، ما عليناش. ها الطريق هادي عندنا، محطة هنا حدا الجامع، أقدم جامع في عين عودة. عندنا أليونز، عندنا حي النصر، عندنا الوئام، كلهم يقدروا يهبطوا لتحت. هاد الناس كاملين كيضطروا يضربوا واحد كيلومتر، ونص في كل صباح لا بغى يمشيو للرباط. علاش ما يداش واحد الطوبيس رقم 8 بي اللي يمشي في هاد التراجي هذا ويدوز على الفردوس، وكاين الطريق الغير المصنفه، واللي احتمال كبير انه يكون فيه اشغال عما قريب، واللي غتوسع مزيان وغادي تولي طريق جيده جدا. علاش اللي ما يديروش لنا واحد الطوبيس من هنا؟ لان الناس كتعاني، والله العظيم الى الناس كتعاني. انا كانت واحد الفكره انه غيكونوا دي بتي ميني بيس كذا يكونوا وسط المدينه باش يقربوا المسافات، ولكن راه هي ما هي، الا كنت غندير جوج ترونسبورات ولا ثلاثه وانا وسط المدينه، ف
فقاسها على الجيب ديال المواطن. خاص الخط يتقاد لان كنشوفوا 4 طوبيسات واقفين ديال 8، الرباط كتبقى 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق الطوبيس غادي جاي. 303 تبقى واقف هنا، واقف عندنا هاد المحطة ديال اليونس، وهنا الناس ديال حي النصر على اليسر راه يهبطوا، الناس ديال الوئام على اليسر كذلك راه يهبطوا. فالناس غتسهل عليهم بزاف د الحوايج. الناس الصباح كتفيق هنا خاصها تمشي للرباط، كتشد بتي طاكسي الا لقاتو ولا تشد خطاف باش يجرب واحد 5 دراهم حتى الليل. علاش الطوبيس ما يجيش هنا؟ راه المدينة راه كبرات، الطوبيس خاصو يدوز على حي النصر ويدوز على الوئام ويدوز على اليونس من هنا 8 بي ويمشي للرباط نيشان، يمشي للسويسي. الطريق الاخر هاد المنزل قلنا يمشي فيها 8 ا، وهاد 8 بي يمشي من هنا ويدوز على الفردوس، يدوز على الفردوس. راه تبارك الله الفردوس راه ولات مدينه، لان كنشوفوا الا كان حقا ياك ما الطريق مضيقه ياك ما هذا، فراه 303 راكم شفتوا الحجم ديالو قداش، راه هذه هي طريقو 303 هذه هي طريقو. ف 8 بي مثلا ولا 8 اكس ولا ما نعرف شنو راه غيدوز من هنا غيدوز مخير، وغادي يحيد واحد العزله كبيره على مجموعه من النقاط سواء بعين عوده او بمدينه الفردوس. والله يرحم الوالدين، كنتمناو كنتمناو من الشركه المكلفه ألزا يناقشوا هذه النقطه، يناقشوا هذه النقطه ويفكروا في مصلحه المواطن، لان مصلحه المواطن فوق كل شيء. لان ما يمكنش كنهضروا على طوبيس كيدوز واحد 303، الناس ديال الفردوس بغا يمشيو للرباط، الناس ديال الفردوس بغا يمشيو للرباط يشدوا 303 وشوف وقتاش يجي يوصلك العين عوده، ومن عين عوده شد 8 عاوتاني باش تهبط للرباط نيشان. فالله يرحم الوالدين، كاينه حلول، كاينه حلول. ها الطريق، ها الطريق قدامنا كنشوفوها، كيجي فيها الطوبيس 303، كيجيو فيها الرموكات، كيجيو فيها الكاميوات، يعني امور بسيطة جدا، ما فيها باس. الشركة إلا زادت واحد 10 دقائق في الوقت ديال الطوبيس وخدم هذا الخط هذا، ولا ربع ساعة كاع ديال التعطال مثلا وخدم هذا الخط هذا، فراه غيعطي واحد الرواج كبير، وغيعطي واحد الجمالية، وغيعطي واحد الدفعة معنوية للمواطنين اللي كيعانيو مع النقل. كيف ما كتوضح الصورة، هنا مدينة الفردوس، والطريق اللي كنهضروا عليها هي هذه اللي على اليمن. غادي يوصل الطوبيس هنا غيهز البلايصات ديالو هنا من الفردوس، غيلقاهم واقفين وغيقلب على اليمن، وغادي يقضي الغرض ديالو. هذا هو اللي كاين، ها الفردوس، ها الامور هنا مضبوطة. علاش اللي الطوبيس ما يوصلش هنا؟ كنهضروا على المحطة بلا ما يدخل هنا، تدخل هنا من بعد، غتجيبها الوقت وغادي يدخل، ولكن كنهضروا على دابا. فالله يرحم ليكم الوالدين، الناس اللي كيبغيو الخير ليهم والغير، بارطاجيو الفيديو باش يوصل الميساج للمسؤولين، لانه مدينه الفردوس كتكبر نهار بعد نهار، وكذلك مدينه عين عوده راه فيها الناس ديال الرباط، فيها الناس ديال تماره، فيها الناس ديال عين عوده، فيها الناس ديال كازا، فيها الناس من جميع المدن المغربيه. راه المدينة عمرات كانت خاوية واحد الوقت، راه مشكلة النقل راه كاين، والمشكل وسط المدينة سواء في عين عودة سواء في الفردوس. فكنتمناو من الله 8 رقم 8 اللي غادي يجي للرباط ما كاينش تعطال، يديروا لنا فيه واحد 8 واحد ولا 8 بي ولا 8 اكس ولا 8 يسميوه كيما بغاو، واحد الخط اللي يجي من عين عودة ويدوز على الفردوس ويهبط عبر الطريق المصنفة، عبر الطريق يدوز في الطريق الغير المصنفة. ها هي جوج دقائق ثلاثة انت دخلتي المنزة، او بالاحرى مباشرة كنفوتها بالبلاك احنا دخلنا المنزة، ولكن كنهضرو على البراج ديال الجوندارم، فعندنا جوج دقائق احنا خرجنا تما، ومن بعد كتكمل طريقك عادية للرباط، ما كاين حتى شي حاجة، عبر الشارع محمد السادس. الله يسخر الامور، البارطاج اخوتي الله يرحم الوالدين باش توصل الرسالة. الى هنا متتبعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.